قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن إطلاق حزب الله لعشر صواريخ على الأراضي الإسرائيلية دون أن تعرف المخابرات بذلك قبلا فإنه يوجب القلق الشديد على الكيان. وسبق لأسرار شرق أوسطية التأكيد قبل 24 ساعة من توجيه هذه الصواريخ بأن ضربة لحزب الله ستكون، فيما الاستخبارات الإسرائيلية لم تتمكن من معرفة راجمات الـ 122 مليمتر عن باقي الصواريخ الدقيقة. وأبرقت حماس التحية في بيان لها للمقاومة وهي ترد على العدوان وتكسر المعادلات التي حاول الاحتلال فرضها وتثبيت معادلة القصف بالقصف والبادي وأظلم. وردت إسرائيل بضربات جوية على صواريخ فلسطينية من جنوب لبنان، وهو ما اعتبر معادلة جديدة في الصراع لم يحدث منذ 15 سنة، أي منذ حرب 2006، وهو ما أحرج ثلاثي بنت كوخافي وكانتس، وسقطت فكرة بنت. وقد اعتبر رئيس لبنان عون دخول السلاح الجوي بمثابة كشف عن نوايا عدوانية تصعيدية. وقدمت حكومة لبنان شكوى إلى مجلس الأمن عبر وزيرة الخارجية، فيما رفضت بيروت تعليلات تل أفيف. وأشار بيان الخارجية اللبنانية إلى استخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا بالحرف، وهو ما يرفضه حزب الله ويعتبر بمثابة إشارة إلى رفض رسمي لاستخدام الأجواء اللبنانية في هذه الضربات. وتغيير قواعد الاشتباك سيدفع على ضوئها الإسرائيلي الثمن بإلحاق الجولان بصفارات الإنذار بالجليل الأعلى، أي أن صفارات الإنذار اليوم تربط الجولان بالجليل الأعلى، وأن قبة الحديدية ثبت عجزها في الهضبة. وبين عشر صواريخ كما في الإنذارات الإسرائيلية وعشرات الصواريخ كما في إنذارات أخرى، كانت التجربة فاشلة، أن إحراق المناطق المفتوحة والشبه غابوية جزء من إزاحة المناورات عن الأحراش. ما قاله مقال أنا أرون حييم بأنه دراماتيك شيفت، أي تحول راديكالي رد عليه حزب الله في ربط مصير الجولان بالجليل الأعلى. وحماس اليوم لا تدعم حزب الله بل تدعم صواريخ المقاومة الفلسطينية المنطلقة من جنوب لبنان، الشأن نفسه مع مئات القذائف الإسرائيلية. هناك خمس حالات في ثلاثة أشهر، مما يعني أن هناك صعوبة كبيرة جدا في قبول مثل هذا التحول، كما أن الأمر يتعلق بحرية القصف. والمجمل أن 19 صاروخا، 10 منها تم اعتراضها، وست سقطت في أراضي مفتوحة، وثلاث لم تتجاوز الأراضي اللبنانية. هنا يطرح السؤال، لماذا من 10 صواريخ إلى 19 صاروخا؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. هناك معادلات اليوم يحاول الجميع إعادة تشكيلها أو إعادة نسجها على الأقل. أولا، الإشارة الرسمية للأجواء اللبنانية في قصف سوريا، هذا مرفوض الآن رسميا من طرف الحكومة اللبنانية، ومرفوض من حزب الله، ومرفوض من المحور، يعني إلى حدود طهران. واستغلال الأجواء اللبنانية في قصف سوريا جعل الربط مباشرة أيضا ما بين الإنذارات في الجولان وفي الجليل الأعلى. إن الربط ما بين لبنان وما بين سوريا بالنسبة لإسرائيل عن طريق الضربات الجوية يفيد من جهة أخرى أن الضربات الأرضية أيضا قد تشتبك معها مصالح الجليل الأعلى بالجولان. هذه هي المعادلة الأولى، وبالتالي فإن ما يجري الآن من كسر لما يسمى بالحظر على الضربات الجوية، لأنه منذ 15 سنة كانت ضربات أو القذائف أو القصف بقصف، لكن اليوم هناك قصف جوي مقابل قصف أرضي، وهذه المعادلة لم تكن لمدة 15 سنة ومنذ نهاية 2006. التحول الجديد هو أن الإسرائيلي أراد أن يتابع بالمطاردة الساخنة الصواريخ الفلسطينية أو المحتمل أن تكون فلسطينية،
وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى إدخال السلاح الجوي. وإن كان قد قرر كوخافي أو هذا الثلاثي غانتس كوخافي وبنت إدخال سلاح الجو، فإن سلاح الجو أيضا هو الذي يقصف سوريا انطلاقا من لبنان. السلاح الجو الإسرائيلي يقصف سوريا من لبنان، وبالتالي فإن ربط الجولان بمصير الجليل الأعلى سيكون بمثابة هذا الربط أيضا بالسلاح الجوي. إبعاد السلاح الجوي كما كان حادثا لمدة 15 سنة أساسي في هذه المعادلة، وإلا ستختلط الأوراق مرة أخرى. إذا المعادلة الأولى هي هذه. المعادلة الثانية أننا أمام صواريخ 122 مليمتر فقط، هذا الذي يجب تأكيده. نحن أمام جراد فقط، أي صواريخ موجهة. بالنسبة لجراد في تعاطيها مع القبة الحديدية ثبت أن 19 صاروخا هي المحتملة في القصف، رغم أن الإسرائيلي لم يورد إلا 10 صواريخ التي اعترضتها القبة الحديدية، وهذا ما يعني مباشرة أنه ما دون ذلك من صواريخ فهي لا تعد ضمن المعادلة. وبالتالي فالإسرائيلي اليوم لديه إحراج كبير في الوصول إلى تأمين ما يسمى بالأجواء المفتوحة أو الفضاءات المفتوحة أو هذه المناطق الغابوية. الكل يستفيد من هذه النقطة على وجه التحديد بالنسبة للأحراش، أحراش لبنان وأحراش في هذه المنطقة الحدودية، لأن إحراقها سيساهم في تعرية المواجهة بشكل أكبر. هذه هي النقطة الأساسية، لكنها أراس تشير إلى شيء آخر في هذه المعادلة كلها. هناك إطلاق لصواريخ من جراد، أو على الأقل قذائف جراد 122 ملمتر، وهذا هو هذه الجملة الصحيحة، أن هناك قذائف من 122 ملمتر من جراد، هذا الذي حدث. بالنسبة لتعاطي القبة الحديدية مع جراد على وجه التحديد، هنا يطرح سؤال أساسي. هناك جراد المطور، نحن ندرك جيدا الجيش السوري يستخدم سقر 45، وهي جراد مطور مصريا، هي الأكثر استخداما بالنسبة لسوريا أو الجيش السوري. وهنا يطرح سؤال ثان، لماذا تحديدا يتعاطى حزب الله مع صواريخ جراد 122 ملمتر؟ أولا لإيقاف التصعيد، فهو لا يرغب في تصعيد أكبر، ولذلك فإن الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف قال بالحرف بأننا لا نسعى إلى حرب. حزب الله لا يسعى لا إلى الحرب ولا إلى تغيير قواعد الاشتباك كما يرغب تماما بنت. وبالتالي فإن ما كان عليه الحال الآن بالنسبة لصواريخ مجهولة الأهداف ومجهولة الإطلاق، فبالنسبة لحزب الله هذا لا يستوجب أبدا ردا إسرائيليا. وإن كان الرد إسرائيليا فيجب أن يكون في حدود مصادر إطلاق النار وليس ضربات جوية. إن كان هذا هو الوضع فهناك أكثر من ملاحظة سريعة. أولا بالنسبة لبنت، هناك رغبة لديه في تغيير المعادلات، وهذا كشف عنه في وقت سابق. والآن بالرد حزب الله على ما قاله ميشيل عون، ميشيل عون اعتبر أن ما جرى عدوانا، الرئيس اللبناني اعتبر ما يجري عدوانا، وهناك نية عدوانية وتصعيدية. كل هذا يبيح لحزب الله أن يكون فيه رد، لأن الذي حمل الرد هو الرئيس عون. إذن هذه نقطة. عندما يتورط بنت في هذه العملية ويحاول تغيير المعادلات الجارية ومعادلة وقواعد الاشتباك، سنجد في الطرف الآخر الرد من طرف عون. إذن بنت تصرح رد عليه عون، وضمن عون تغطية رد المقاومة. إذن هذه الرسالة الأولى أو المعلومة الأولى. ثاني مسألة، فإن استخدام جراد 122 ملمتر في مواجهة القبة الحديدية
ثبت أن القبة الحديدية هي أعجز عن رد هذه القذائف بالأساس. وفي هذه الحالة سنجد على أن حزب الله لم يستخدم الصواريخ، استخدم قذائف 122 ملم. كان واضح عن البيان الساعة 11 كان هناك قصف وكان البيان واضحا، وبالتالي فإن ما جرى على وجه التحديد هو تعامل القبة الحديدية مع القذائف وليس مع الصواريخ. إذن هذا هو المعطى القتالي الثاني. المعطى الثالث أن هناك 5 حالات للصواريخ الفلسطينية في حوالي 3 أشهر. الصواريخ الفلسطينية وصواريخ المقاومة الفلسطينية هي التي دفعت حماس إلى بيان يدعم فيه حزب الله. إذن المسألة الآن هي أننا أمام 5 عمليات في مقابل 3 أشهر، وهذه المعادلة لن يقبلها الإسرائيلي. وبالتالي فإن إدخال سلاح الجو لمنع هذا التطور، رد عليه حزب الله بأنه لا يمكن أن يقبل حزب الله بتغيير قواعد الاشتباك أو المعادلات الحادثة. لذلك فهذه الصواريخ تعتبر شاردة ولا تعد بمثابة جزء من المعادلة. رابع مسألة أننا أمام 19 صاروخا، وهذه الصواريخ أو القذائف على وجه دقيق هي نرى معها أن هناك 10 وهناك 9 وهناك حوالي 50% فقط هي التي اعترضتها القبة الحديدية. قد يتساءل متساءل، إذا هناك فعالية بحدود 50%؟ أبدا، لأن القبة الحديدية هي تكون أقرب إلى المناطق المأهولة وليس المناطق غير المأهولة. وبالتالي فإن القصف الذي جرى والذي حاول الإسرائيلي أن يقول بأن هناك 3 لم تصل وبقيت، يعني لم تصل إلى أهدافها لأنها انطلقت وسقطت في الأراضي اللبنانية، كما حدث بالنسبة للثلاث قذائف حيث 30% هي نسبة الأداء، لأن قذيفة من 3 قذائف سقطت أيضا في الأراضي اللبنانية. هنا يطرح السؤال، لماذا تحديدا استخدام فقط جراد في هذه المرحلة؟ لأن حزب الله يريد أن يجعل من صواريخه صواريخ رادعة وليس صواريخ عملياتية الآن على الأقل، وهذا شيء هام للغاية. لكن المعطيات الآنية قد تكشف عن أشياء أخرى، هي أننا أمام مئات القذائف وليس أبدا العشرات. العشرات هناك من أدلى بالعشرات وهناك من أدلى ب10 صواريخ. إذن هذا هو الشيء المهم جدا، أمام 19 صاروخ وهناك قذائف، أم أننا أمام تعبير قذائف لل 122 ملم وانتهى الموضوع. إذا إن رأينا القراءة الإسرائيلية فهي تختلف بشكل جذري عن قراءة حزب الله، وبالتالي فإن استخدام الصواريخ لم يكن، هذا الذي يجب تأكيده، أن استخدام الصواريخ لم يتم. هناك توجيه ل7000 صاروخ تجاه إسرائيل، لكن القذائف التي انطلقت كلها من 122 ملم، وإن كانت هناك صواريخ فهي صواريخ للمقاومة. وإن حدث هذا وتأكد على أن هناك رد فعل من طرف الفلسطيني لبنان ب19 صاروخ، فهذا الذي يربك ويقلق أكثر إسرائيل. هنا نطرح سؤالا، لماذا هذا الغموض في المعطيات؟ أولا، حزب الله يؤكد أن ليس هناك إلا قذائف جراد 122 ملم وهناك عشرات من هذه القذائف. المسألة الثانية أن هناك 19 صاروخ حسب القراءة الإسرائيلية. هل الصاروخ هو، هل القذيفة هي صاروخ؟ هذا اعتبار. هناك اعتبار ثان والأهم من كل ذلك، أن هناك قوة صاروخية لم يعرف الإسرائيلي من أين أتت وكيف انطلقت. هناك فشل استخباري ليس فقط لمعرفة هذه الصواريخ ومصدرها، وإنما أيضا إطلاقها. لم يتمكن الإسرائيلي رغم حالة الطوارئ بأن يعرف 122 ملم جراد 122 ملم أو غيرها. إذا نحن هنا
ليتأكد لنا أن هناك غموض، هناك فشل استخباري وفشل عسكري رغم حالة التأهب التي أعلنها بنت في زيارته للقيادة الشمالية. إذن هذه هي النقطة الأبرز بالنسبة للمعادلة، لن تذهب إلى حرب. المسألة الثانية أن هناك قذائف جراد بالإضافة إلى الصواريخ، وحزب الله لعب فقط بالقذائف وليس بالصواريخ، وحدوث أن كانت هناك صواريخ كما يقول الإسرائيلي، فهذا يعني مباشرة أن الصواريخ المنطلقة من جنوب لبنان لديها تأثير عال وغير مسبوق في المعادلة، وهذا الذي دفع الفلسطينيين وفلسطيني حماس إلى تأييد المقاومة في الرد وعدم كسر قواعد الاشتباك. وحماس بهذه تريد من جهة ثانية أن يبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمعادلات وبالنسبة لهذه القواعد، وإن كسرها الإسرائيلي فهو الذي سيدفع الثمن. على كل حال، إذن نحن يتأكد لدينا في خلاصات سريعة أننا أمام انتصار استخباري لحزب الله من جهة، لأن الإسرائيلي لم يعرف مكان الإطلاق، إطلاق رد فعل وصواريخ أو قذائف 122 ملمتر. إذن هذه النقطة الأولى، فشل استخباري. هناك أيضا فشل القبة الحديدية في التعاطي مع القذائف ومع الصواريخ من جهة أخرى. ثالث مسألة، أن جنوب لبنان الآن أصبح أكثر غموضا بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية، لا في حركة حزب الله ولا في حركة المقاومة الفلسطينية انطلاقا من جنوب لبنان. المسألة الرابعة، أن هناك قصف مقصود لجمع مصير الجولان والجليل الأعلى، وهذا شيء هام للغاية. عرف الإسرائيليون كيف يقرؤونه وكيف يريدون الآن أن يفصلوا الملفين، لكن بالنسبة للمقاومة المسألة مختلفة. المسألة الخامسة، ربط مصير مستقبل وقف إطلاق النار والمعادلات بإبعاد الطيران الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية في قصفه لأهداف إما إيرانية أو غير إيرانية على الأراضي السورية، وهذه هي النقطة الخامسة. والنقطة السادسة والأهم، أن هناك عدم وصول الإسرائيلي إلى مصدر إطلاق النار، بحيث أن 90% من مصادر إطلاق النار جاءت فقط على ضواحي قرى لبنانية في الجنوب، ولكنها لم تصب بأي حال هذه المنصات، بحيث أن ردود الفعل الأوتوماتيكية على النيران لم يكن مستوفي بأي حال للوصول إلى هذا المصدر. إذن هناك فشل في الوصول إلى معدات أو الوصول إلى بنيات الإطلاق. كل هذا يمكن أن نجمله بأنه انتصار استخباري وفشل عملياتي للقيادة الشمالية رغم حالة الطوارئ المعلن عنها من طرف بينت. هذا الذي يجب تأكيده اليوم، لأن هناك تطور دراماتيكي يقول عنه الإعلاميون الإسرائيليون، لكن دون أن يكون هناك واقع حقيقي أمام العودة إلى ما يسمى القصف، قصف وبأجراد. وهذا يعني مباشرة أن إسرائيل لا دور لها في المستقبل القريب، لا في اتجاه الحرب ولا في اتجاه تغيير القواعد. هذا الفشل هو فشل لبنت ولشخص بنت، الذي أتى وأول ما يقوله كما قلنا البارحة تغيير قيادة حزب الله، الوصول إلى مصادر إطلاق النار الفلسطينية واللبنانية أو المصادر الإرهابية بين قوسين حسب تعبيره. كل هذا فشل فيه، وفشل أيضا استخباريا في عدم توقع رد حزب الله. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.